رجل والله يا عبد العيبة، أنا الأصمعي أكون رسول إلى هذا؟ ندم، ندم الأصمعي. فقال له: أرسلوني أهل البصرة إليك لمعضلة عندهم. ما كلموا، راح للبيت والأصمعي معه، فتوضأ ولبس ملابسه، قال: يا جارية هاتي طعامنا. وإذا به زيت، طاسة شوية زيت وشوي تمر وشوي مي. يقول الأصمع: أنا كنت جائع. قال لي: تفضل. يقول: أنا كنت مشمئز من هالوضع. قلت له: ما أريد. يقول: هو ما جاء، ما كرر علي إلا تاكل. أكل خلص، وكان يقول: ماء الفرات بزيت الشام بتمر البصرة، متى نؤدي شكر هذه النعمة؟ يقول: فكبر في عيني وندمت ألا أشاركه. يقول: هو لبس هدومه ومشى قدامي ما سأل عني، كأنه أدرك أني احتقرته. يقول: فلما وصلنا إلى الجامع ما بقيت حوبة إلا حلت. يعني هل قادين الشكل كلهم قاموا وجهوا، يعني عرفوا رجل. وصل والناس تنتظر الأخبار، إيش راح تجي الأخبار، طيبة غير طيبة. وإذا الناس بعد ساعة تتباشر بأن سعد بن مالك تحمل دية القتلى من الطرفين، من ماله الخالص، وأوقع الصلح بين الطرفين. انظروا، هذا الرجال، أكو هيك رجال وأكو رجال خبثاء. فإذا الله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. بقي الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكن أحدكم إمعة. ما هو الإمعة؟ يقول: أنا مع الناس، هذا هو حشر مع الجماعة، عيد، شي يسوون الناس أسوي، يخربطون أخربط، يقعدون أقعد. هذا غلط، المسلم لا يكون هكذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة، يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساءوا أن تجتنبوا. لا تشاركهم بالإساءة، شاركهم بالخير، لا تشاركهم بالشر. أما كلمة حشر مع الجماعة عيد، فهذا مثل يهودي أدخله اليهود في مجتمع المسلمين. حشر مع الجماعة عيد، هذا كذب. الله يقول: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هسا إذا جماعة رادوا يحكموهم بالإعدام ويا جوقة أو وحده، هو ملتهي بنفسه، شعلي ويا ألف أو وحده، هو ملتهي بنفسه، فما يخفف عنه ألم الإعدام ولا الخوف من الموت، ما يخفف.